انت ما متعلم بغشوك. يجيك واحد بابيات شعر ابيات كذي وتاثر فيك، لابس لي جلابيه فيها جيب ورا وجيب قدام، ده مينوس عنده جيبين، عمل حسابك. بعدين طاقيه كيف عامله فوق، ما بعرفوا الجيبين دار ملاين شنو ولا كيف. بعدين شنو تلقاه يغشك، كرري تحدث عن رجال كالاسود الضاريه، خاضوا اللهيب وشتتوا كتل الحماة الباغية ولا الغزاة الباغية إلى آخره، هو عبد اللطيف وصحبه وعبد اللطيف، كلام كثير وتلقى حزين ومفكر في الشغلة دي، كرر يعتدي ولا واحد تاني. بعد شوية يغشوا يدخلوا في جماعة تاني، ذاك يجيوا بفتاوى صادق المهدي، يجي خطبة ما تفهم فيها أي شيء، السنبكالية في الاتكالية، ثم إن هذه الإنبكالية تمرك برا. الزول قال شنو؟ والله هو كلامه بيتفهم كلها سمبكاليه واتكاليه، ما تعرف سمبكاليه ولا كره تنس ولا غيره، ما تفهمها كلها لخبطه في شخبطه. بعد شويه تعديها كذا، ونحن والبلد دي، ثم انه هسي في شنو؟ هسي زولك ما خلى ايات الميراث، ما خلى حجاب، ما خلى نقاب، ما خلى كذب، لخبطه في شخبطه بجنبه. ده تمش طائفة تانية لأنه ما في علم، لو في علم قبيل بحسم الموضوع، إنتو شنو؟ مهدية، نسبة لمنو؟ المهدي، ده هو المنتظر؟ أي لو متعلم بيعرف إنه صفات المهدي المنتظر أن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. المهدي المنتظر أول شيء اسمه محمد ابن منو؟ عبد الله، وده اسمه محمد أحمد المهدي، ده من البداية. بعدين المهدي المنتظر ما في السودان بس، العالم كله، وده في السودان، ولما مات ما تم السودان، وكتر خيره القضاين ديل جزاه الله خير، كتر خيره، لكن قضاه تماه، وتم زول ده ضلاليين ومبتدعة، والله الذي لا إله غيره، أي زول فارق درب الحق ده مبتدع، رضي من رضي وغضب من غضب في النهاية. ثلاثة، المهدي المنتظر في آخر الزمان من علامات الساعة، وبيجي وبيصلي عيسى عليه السلام خلفه، ده صلى عيسى عليه السلام خلفه، ده صلى وراه التعايشة أخ والجماعة التانيين، ما عندنا مشكلة مع التعايشة في جنس، لكن في دريب ده دريب كله تسايب، ولك نحن الدبابة أدانا وقعت جنبنا وما جرينا، ناكل في الملاح، قال لك ما تجر منه ذاته ولا تلقوا بايديكم شنو؟ للتهلكه، ولك الدانه وقعت ترب والصينيه ذاته قاعده، صحن الشطه لقيتوه؟ والله يقول لك غاتوا قاعدين نحن. شجاعه لو في الدين وبالحق ما مشكله، لكن تكون من البغاة خارجين على حكام المسلمين او في غير موضع، ده ما بصح يا ناس، ده كله كلام كثير جدا كذي طايفه.